آية قرآنية راه قالوها لي الأخوات في اللقاء الآخر نسيتها. مني كتعطي من داك الشيء اللي عطاك الله كيزيدك الله من الفضل ديالو. فوالا. صح صح. وحاجة أخرى اللي هي مهمة اللي غنديرها لك أستاذ نقولها لك نعم. عقل احتراماتي راه كنقولوا الكلاب تنبح والقافلة غادية. تشد شد الطريق. انا انا غنجبدك سعيده نعم. ولكن انا واحد الحاجه غادي نقولها للاخوات المتعه تاع الدروس اللي كنحضروا ليهم والله العظيم وثقوا بيا وتسوني انا بمشاكلي انا كأم اللي بقات بوحدها ما بقوش مع وليداتها ما بقوش مع تقبيل بوحدي وعشت واحد الاكتئاب والله استاذي الى 4 سنين وانا كنداوى على الاكتئاب الله اكبر وانا عايشه بوحدي وخوف كان عندي واحد الخوف ما نقولكش ما كنقدرش نطلب الا سديتو درتي قنوش الساروس يهبطو بالواش كاينين عندي بجوجهم الله اكبر الله اكبر ولكن منين حطيت راسي في هاد التكوين عن بعد راه يا ما شاء الله وكنسى كاع كنسد الدونك كنجري حيت انا عارفه راسي تابع عيني واحد الواجب كندخل كنجري كنجري تابع عيني واحد الواجب وبسطونت ومشيت وخير فين مشيت وما شاء الله وكنبقى كن وفين عشان داك الحلم زعما حط راسي بدا كنتخيل اشنو هداك الشيء اللي بغيت نوصلو ولا شنو خصو يكون عشان اللقاء كنقبلو فايمتى غادي نتلاقاو ايمتى غادي اشنو بيقول لنا استاذ اشنو هي المعلومه الاخرى اللي بيدير لنا اشنو هي الحاجه اللي بيدير معنا وتنسى داك الخوف ديالي انا الا فيقه خايفه ولا نعسه خايفه ولكن الله يجازيكم بالخير والله يجعلها في حسن ميزان حسناتكم راه قلت لكم استاذ اللي عطيناكم راه ماشي ماشي حق وجهكم والله يجازيكم بالخير انا كان عندي بعدا في هذه الدوره كان عندي دواء دوي توليه نعم وبدلت ليا شخصيتي الله يجازيكم بالخير وقويتوا ليا المعنوي قلت قويتوا ليا الثقه في النفس ديالي وقويتوا ليا المعنويات نتاعي والله يجازيكم بالخير استاذ وشكرا طولت عليكم لا مرحبا بك سعيده مرحبا 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 ان شاء الله اللهم يسر بنتي الله يسر هذا شرف كبير وكيف قلتها دائما راه الانسان الا ما كانش عنده عزيمه وعنده رغبه ومنضبط في حياته راه لن يحقق شيء هذه كونوا على يقين لو ان كنا ما كانش عندكم الاستعداد راه بحال كنخويو الماء على الجليج كي تنقول ولكن الخير في كله كيرجع لكم حيت لقينا واحد الطريقه تاع باش كيفاش تعاملتي معنا وداك العطاء وداك السخاء تاعك مالك التعامل ديالك معنا في كل حاجه لا نتوما ولا المجتمع عمل كيفاش دائما بريزون ولا فورماسيون الا كتكون ما كتكون غير واحد ساعتين في الاسبوع ونتوما معنا قاجور الحمد لله قاجور الاستاذه كتسول فينا وتقول لينا شنو كاين شنو اللي كاين شنو اللي فين غبرتو اشنو اللي بغيتو شكون غادي يدير معاك فين غبرتو مالكم غبرتو فين غبرتو مالكم نعم نعم والحمد لله الحمد لله ومرحبا بك سعيدة مرحبا أكاديمية وأنا كنوقف وكنعطي تحية ليك تحية ليك السلام عليكم وعليكم السلام حنا كنفتخروا بكم وتنفتخروا بالناس اللي عاطية